يوم دزم علي بالرعاية مع المعوقين وكمل أوراقه وهاي شمرات 3 أشهر لجنة. يعني شلون هاي لجنة 3 أشهر؟ ليش شمرات لجنة 3 أشهر؟ هاي السرة وما يتعاملون بلطف ويا السرة. أنت هواية أكو هواية معاقين، هواية كبار سن، هواية كبار الله الله بالوزير أبو الرعاية يساعد. التعامل شلونه؟ والله مو زين مو زين. وينها بيا دائرة؟ مال الرعاية الاجتماعية بشارع فلسطين. يعني هو القاعد على الميز ولا يتحاكى ويا الفقرة أبد أبد. خدمة المواطن؟ لا، جت بنية، هو طلع جت بنية اعطتها موعد. إن شاء الله مناشدتش توصل الأستاذ أحمد الأسدي وقسم الإعلام والعلاقات ست رقية وإن شاء الله مناشدتش. الله الله بالفقرة، يعني خلي يتابعون الفقرة، مو يطل للزناقيل اللي عندهم أملاك وسيارات. أكو فقرة ما عندهم لا ملك ولا هاي، يعني حصى علينا يعني قوة جايبينها سد بسد. يعني الله يحبنا ما نتمرض صدق بالله. يعني اريد من وزير الرعاية شوية يتابع الواسطات، خلي تولي. يعني احنا الله إنا ما يصير هيك. وين ساكنين امه؟ احنا مساكنين بشارع الرشيد بالمربعة. يعني اي ما عندنا لا ملك ولا هاي، امتانين ان 6 سنين مقدمين على الرعاية ولي هسه. صار لي 6 سنين مقدم على الرعاية؟ اي والله العظيم الرجل وكش وماكو. والله واحنا عندنا محل وعايشين به والحمد لله. نقول احنا نريد من الوزير شويه يتابع الفقره. يعني العدبيات يطونا، ما عدبيات باقي على صفحه. احنا الله واسطتنا. ابن معوق ايده شل عم عظم من عظمه وحطوه لزقوا له. الباحث جانا والحمد لله. شلون ولد الله يحفظه اليوم دزنا، فد اجلوه 3 أشهر. 3 أشهر اجلوه. يعني هم ولد شاب. انا شرد من عندك. ولد شاب. شرد من عندك. محتاجين. حجية. ايه. جيبي لي معلوماتك. ايه. اسم الشخص اللي قدمت له انت بالرعاية. ايه. اسم الثلاثي. ايه. واسم امه الثلاثي. ايه. ورقمه. ايه. يلا.